تعالوا ننظف مسام البشرة حتى البثور السوداء ما تكونش موجودة فيها، عشان بشرتنا تبقى بتلمع من النظافة ونظيفة خالص زي الإزاز. أول حاجة لميت شعري بالشكل ده كده، وبعدين رحت غسلت وشي واهتميت بيه ونظفته زي ما أنا متعودة في الروتين اللي كلمتكم عنه قبل كده. وبعدين جبت طبق إزاز نظيف بالشكل ده كده هنحط فيه سوا. هنحط معلقة من الجيلاتين الصغيرة، وهنحط معلقة صغيرة من الحليب الباودر. هنقلبهم كويس قوي على الناشف، وهنجيب فوطة قطن ونبلها بمية دافية على قد ما بشرتنا تقدر تتحمل، عشان أول خطوة نفتح بيها مسام البشرة بالشكل ده. وبعد ال5 دقايق رجعت لكم ومعايا الخلطة، وهحط عليها من المية الدافية وهقلب كويس. الروتين ده انا بعمله كل اسبوع ونص مرة، هستناه ينشف ونشيله سوا.